يعني زيادة سعر الترام من ربع لجنيه في بعض الترامات مش كويس، لان انا مش شايف تميز فيها. الترام زاد سعرها من غير اي خدمة خالص، حتى ترام كافيه دي التلفزيون مش شغال جوه ولا اي حاجة شغالة، يعني هم خدوا فلوس من غير حنا نستفيد اي حاجة. فانا اشكر الهيئة ورؤساء الهيئة انها قدمت احسن خدمات للجمهور. لا بصراحه بقت الاسوء يعني، ومش عارف الله يعني، كل يوم بسعر جديد يعني. يعني دلوقتي بقت تغيب جدا، وفي اخر تيجي 5 جنيه تضطر تركبها. طب مثلا موظفه كل ما اركب ترام ب 5 جنيه. اولا الاداره يعني اسمح لي فاشله للاسف الشديد. اولا عدد المركبات ممكن تمشي في اتجاه واحد، مثلا ساي جاي من فيكتوريا لمحطه الرمل، تلاقي مثلا في عدد كبير من المركبات، 5 6 مركبات، وما فيش مركبه جايه في الاتجاه العكسي من محطه الرمل لغايه مثلا فيكتوريا. في موسم الصيف والعربيات عندنا كترت، واغلبيه الناس مبسوطه بالعربيات الكافيه، بالاربع عربيات 5 عربيات، وكلهم بيشكروا جدا جدا في الهيئه. هيئه للغايه. احنا بنلاحظ احيانا في عربيات متهالكه والصيانه فيها ضعيفه جدا. اللي قدام بنص جنيه واللي ورا بنص جنيه، واغلبيه الركاب جدا جدا مبسوطه، والهيئه بتقدم احسن خدمات خاصه مرفق ترام الرمل. بصراحه قطاع النقل كله بيهرج في الزياده دهيت لسبب بسيط جدا. نفس الترام نفس الخدمه، انت رفعت سعر التذكره و ما عملتش خدمه جديده. مرتاح قوي ومبسوط بالترماي، والركاب كانوا سعداء، كلهم قعدوا يغنوا الحياه حلوه للي يركبها. الله، واحنا هنقعد بقى نمسك في القدرات اللي بتتحرق ونسيب القطر بتاع العياط؟